سورتين الأحقاف ولقمان كافيتين لإباحة الإفطار المرأة الحامل تفطر، هادو كافيين. ما وهذا الشيء عرفناه شو الإنتاج على التغيرات الفيزيولوجية، وهذا الشيء المرأة في صراع في الحمل ديالها، التغيرات لا يمكنها أن تصور فوق هذا الشيء تزيد، لأن الصوم الصوم تزيد يتفاقم ديك 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 المقاومة الأنسولين تزيد يوفى تعرضها أكثر من الصوم. بحال اللي مريضة بالسكر وهي حامل، سيما هناك صورتين تيحلوا الإفطار المرأة الحامل. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وان وفصاله في عامين صدق الله العظيم.